أعلنت وزارة الداخلية العثور على 13 جثة جار العمل على تحديد هويتها، وبعضهم يرتدي ملابس عسكرية، فضلا عن أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة، وذلك عقب كشف عمليات المتابعة ومعلومات قطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى مزارع لاستصلاح الكيانة بالكيلو 47 بطريق أسيوط الخرجة. وأوضح بيان الداخلية أن العناصر اتخذت من أحد المنازل مأوى مؤقتا لهم بعيدا عن الرصد الأمنية. وأضافت الوزارة أنه حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة المحيطة بها، فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها بكثافة، ما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران. وأسفرت عملية التمشيط عقب سيطرته عن ضبط أسلحة وذخائر وأحزمة ناسفة. المزيد ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق. أهلا بك سيادة اللواء. اهلا بك يا استاذ محمد، تحياتي لك وللاستاذ. اهلا بك. بدايه سياده اللواء، بعد استهداف متزايد للارهابيين، هل يمكن القول ان هناك بعض المناطق الصحراويه باتت ملاذا للارهابيين بعيدا عن اعين الامن، وكيفيه مواجهه ذلك برايك؟ شوف يا استاذ محمد، هقول لك المزارع اللي في المنطقه الصحراويه او في مناطق الاستصلاح الجديده، اغلب هذه المزارع بيأوي اليها الارهابيين والخارجين مع القانون. وقبل كده تم ضبط مزرعه في محافظه البحيره، وقبل كده في حضن جبل الغربي في اسيوط تم ضبط مزرعه. ولهذا ان جهاز الشرطه كما هو معلوم للجميع هو يمثل الشعب المصري كله، لأنه من أبناء هذا الشعب ومن أفراده، وأمن البلد أمانة في رقبة جهاز الشرطة. فلا بد من تمشيط المناطق والزراعات الموجودة في المنطقة الغربية من اسكندرية لأسوان. الزراعات دي حاليا في المنطقة الواقعة ما بين الجيزة وأسوان تقوم القوات حاليا بتمشيط تلك الزراعات وتلك المناطق الصحراوية اللي في المنطقة الغربية، لأن الإرهابيين يأتون حاليا من المنطقة الغربية أو من المنطقة الجنوبية. ولهذا جهاز الشرطة يؤدي هذا العمل ليس بجديد عليه، بل أن الضربات الاستباقية والضربات الإجهاض للعصابات الإرهابية يقوم بها جهاز الشرطة منذ تولي الوزير مجدي عبد الغفار إلى يومنا هذا. هو من صاحب نظرية الضربات الاستباقية والقضاء على الإرهابيين. نعم. قبل الوصول إلى أهدافه. شكرا جزيلا سيادة اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.